بما اننا في الموسم الفول الاخضر، ارجو من حضراتكم بس احنا نحتفظ بشويه منه ونخزن شويه في الفريزر. انتوا عارفين ان هو دلوقتي بيتباع في السوبر ماركت وبيبقى يعني سعر الكيس اعتقد من 16 ل 18 في بعض الاماكن على حسب كميه الكيس. احنا نقدر نشتريه الكيلو لوحده تقريبا عامل له 15، ممكن ينزل كمان في السعر، فاحنا نقدر نجيبه ونفرطه ونعمله بشكل كويس ونخزن منه. هينفعنا قوي قوي ان شاء الله في شهر رمضان، هينفع للناس النباتيين، ينفع جدا في الشربات، وينفع جدا في الوصفات الخاصه بالفول، وينفع نعمل فيه حاجه. في ميزه لما بيتجمد، بصوا كده هوريكم، بصوا بتبقى القشره بتاعته يعني طريت وما بقتش قوية، فنقدر ان احنا كمان نقشره بكل سهولة للناس اللي بيبقى عندها مشاكل مع قشر الفول. لذلك احنا بقى يتباع دلوقتي حتى في الفول الاحمر بتاعنا، تلاقوا الفول اسمه الفول المقشور. اغلب الناس بقت تستخدم دلوقتي كمان الفول اللي هو المدشوش اللي بنعمل بيه الطعميه وكده، لانه بيبقى اسهل، حط عليه العدس وبندمسه ومش عارف ايه، بيبقى جميل. لانه في ناس بتتعبها جدا القولون، بتحب الفول قوي بس ما بتقدرش تاكله عشان القشره بتاعته. النهارده احنا هنعمل كشري الفول الاخضر، هنعمله بطريقه بسيطه ولطيفه. النهارده يعني ايه، هدلعه شويه، حط له شويه فراخ معاه كده تدي فايده، لكن ممكن يتعمل من غير خالص، مفيش مشكله خالص، زي ما حضراتكم تحبوا. عندي كشري الفول الاخضر، عندي صدرين فرخه متقطعين مكعبات او لو مسلوقين وموجودين عند حضراتكم باقيين ما يجراش اي حاجه، عندي كيلو من الفول الاخضر، وعندي 3 أو 4 كوبايات من الرز البسمتي، ممكن تستخدموا رز مصري، بصلتين مفرومين، عندي 3 فصوص من الثوم مفرومين، وعندي ورق لورا، وعندي زيت نباتي، وعندي كمان حبهان مطحون، كمون، معلقه كزبره جافه، كركم، ومعلقه من السبع بهارات، وملح وفلفل. واذا حابين تزينوه بقى بشويه سوداني، شويه لوز، عايزين تقدموه لوحده كده مفيش مشكله خالص، تعملوا له مثلا بصل مقرمش برده مفيش مشكله. تعالوا بينا نعمله في بره. في بعض الدول يعني في اهل الشام بيحبوا ساعات يعملوه زي المقلوبه عندنا، وبيحطوا له فراخ، ساعات فراخ كامله، ويحطوها في قاع الحله، بس بتاخد طبعا جزء من التسويه الاول بالتوابل اللي حضراتكم شفتوها في الوصفه. وبعدين بعد ما بنسويها في شويه من المرق بتاعها بننزل الرز، وبعدين نبدا نعمله طبقات ونقلب الحله، بتبقى جميله جدا برده، من الاكلات المحببه جدا. تعالوا بقى بسم الله. انا بصراحه بحبه اكتر في وصفات اللي هي زي مثلا طواجن الفول، احبه يتقشر كده ونعمل بيه الفول اللي بالكمون والثوم وصلصه الطماطم والحاجات الحلوه دي، بيبقى كده ايه، ليه طعم وتيست مختلف عن الفول الطبيعي. واسمنا بناكل حاجه مفيده جدا، ان الفول الاخضر ليه فوائد كتيره هنتكلم عنها باستفاضه دلوقتي. بصوا كده، الصوت بعيد حبايبي، ممكن تكلموني اطمن بس ان الصوت امان. نشوح تشويحه حلوه، صوتكم بعيد عليا قوي حبايبي. بصوا رشه ملح ورشه من الفلفل كده، سامعيني حبايبي؟ عايزاكم يبقى الصوت قريب كده، الله يبارك فيكم يا رب. تشويحه حلوه. انا هنا هاخد صدرين كده اقطعهم مكعبات، طبعا التقطيع اللي تناسب حضراتكم. كده تمام قوي حبايبي. بصوا هقطعهم كده قطع مكعبات. عايزه اقول لكم الفول ده من الحاجات اللي بتقي من الانيميا بشكل كويس، وده بقى من الحاجات الجميلة اللي بتساعد كمان على إنتاج الهيموجلوبين في الدم، وبيعزز المناعة، لأنه بجد هو غني بمضادات الأكسدة ومفيد للعظم جدا، لأنه فيه منجنيز ونحاس، يعني يعتبر ملين طبيعي. بصوا كده هنقلب تقليبة حلوة، هشوح كده شوية من الفراخ، غير طبعا انه مليان بالالياف وفي نسبه بروتين عاليه زي ما انتم عارفين. السودان بقى بيعتبروه من الوجبات الرئيسيه، بيقولوا عليه حبيب الشعب، بياكلوه بطريقتين، يا اما بياكلوه فته او بيغمسوه. بصوا كده نحط رشه بقى رشه ملح صغنونه كده مع الفراخ، رشه بقى من الفلفل تاني، هناخد بقى من الثوم بتاعنا الامور ده، معلقه ثوم كده حلوه، ونقلبها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم،
كده، الريحه روعه. من الوجبات الجميله برضو، حلوه قوي محبب. ناخد بقى من الكركم بتاعنا كده معلقتين صغيرين، عندي للحبهان ربع معلقه بسيطه مطحون، كزبره معلقه، بهارات السبعه معلقه مليانه صغيره، كمون معلقه. تعالوا بقى كده نقلب الخليط الحلو ده. الريحه طبعا بتبقى رائعه. عندي ميه مغليه بغليها كويس قوي من الكاتل عشان احطها على الخليط على طول مباشره. الفراخ دي ما فيهاش عظم، لو كان فيها عظم كنت هسويها في الخليط ده. هصب الاول الميه وهسيب الفراخ لما تستوي تاخد وقتها، لكن انا الحقيقه حط هنا بس ايه نقطتين زيت علشان ايه التوابل اتشربت، يعني الزيت شرب معظم التوابل اللي اتحطت، وطبعا دي بتدي نكهه اقوى لما بتتشوح وبتاخد التشويحه الحلوه دي. هنبدا بقى هنحط الرز وهنحط الفول الاخضر. هنقلب تقليبة حلوة كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو تقليبة رائعة. وهنبدأ ممكن تحطوا مكعب مرق خضار لو عايزين، بس انا طبعا هحط رشة ملح بسيطة خالص. تاني شوح تشويحة حلوة للرز بالفول كده. نعم حاضر، هاخد كده رشة من الملح وهنحط ورقتين لورا. وتعالوا بينا بسم الله نحط المية السخنة. بسم الله الرحمن الرحيم، بقيس المية على معيار الرز بالظبط. الفراخ هتستوي ما تخافوش. كل كوباية رز بسمتي جافة عليها كوباية ونص من المرق أو المية السخنة اللي بتغلي. هنقلب تقريبا حلوه بس كده. اللي عايز يضيف عنده زعفران ممكن يحط، بس الكركم جميل، والكركم اللي بيحفز ماده الكركمين فيه بيكون ماده حاره زي الفلفل وزي الشطه والحاجات الحاره، هي دي اللي لازم تكون مع الكركم عشان يعني ايه نستفيد منه. فطبعا جميل جدا، في ناس تحب تحط له صلصه، انا شايفه انه جميل. المقادير نزلت قدام حضراتكم مره ثانيه عشان تشوفوها. المقادير عباره عن انا حطيت صدرين من صدور الدجاج مخلية كانت عندي، سواء بقى مخلية نية أو كانت مخلية مسلوقة عندي وباقية. أول ما بيبدأ يغلي كده هقفل عليه وهدي نار، هشيل بس الزيادة دي وهسيبه ياخد غلوة كده على الهادي، يعني أهدي النار وأسيبه يتشرب بقى براحته. خلاص المقادير نزلت قدام حضراتكم اللي كان حابب يصورها، وطبعا التوابل المتعارف عليها. كان عندي كمية من الفول الأخضر بعد ما فصصت شويه من الفول، وبعدين عندي كمان رز، سواء رز مصري او رز بسمتي انا عملته بالرز الذهبي، وعندي ثلاث فصوص من الثوم مفرومين، عندي كمان ورق لورا، وعندي زيت نباتي، وعندي حبهان مطحون وكمون كزبره وكركم والسبع بهارات، وطبعا ملح وفلفل. هنعمله زي الكشري كده. عارفين الكشري الاسكندراني في حاجه بيسموها ايه؟ كشري فول الاخضر. احنا النهارده مدلعين الكشري بس حاطين له شويه فراخ. لو عندنا ينفع بيه بواقي الفراخ، وينفع بيه اللحمه لو عندكم، بس طبعا ايه ينفع كمان من غير. هي كوجبه مستوفيه جدا نباتيه. انا طبعا دلوقتي بصوا كده قدام حضراتكم، بصوا بدا يغلي. اول ما بيغلي الغلوه دي بقفل عليه، هديت النار، هسيبه يتشرب براحته خالص لحد ما يستوي. الميه او المعيار بتاع المرق هو نفس المعيار اللي بنحطه للرز، ماليش علاقه ان فيه فول اخضر، ماليش علاقه ان فول اخضر الفروزن ما بياخدش وقت في التسويه، انا وريته لحضراتكم. والفراخ اوريدي احنا خدناها نص تشويحه، هتستوي على طول باذن الله، هتبقى جميله جدا. ما تنسوش ان كمان في تكمله تسويه ما بعد ما بنطفي على الرز.